بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في شرح جديد من شروحات أحمد فتحي. شرح اليوم مشيت الله تعالى عن أفضل طريقة لتثبيت أي نسخة ويندوز، ويندوز 11، ويندوز 10، ويندوز 8، ويندوز 7 على الجهاز بدون فلاشة أو بدون أسطوانة دي في دي، مع الاحتفاظ بالتطبيقات والبرامج على الجهاز. نبدأ على بركة الله. دي نسخة الويندوز اللي عندي اللي أنا عاوز أثبتها على الجهاز. هروح نفك الضغط عن نسخة الويندوز، كليك يمين واكستراكت تو ويندوز 11، وهنتظر حتى تنتهي عملية فك الضغط عن نسخة الويندوز. وبعد فك الضغط عن نسخة الويندوز هنفتح الملف، هنروح هنا على فيو، هنكبر الأيقونات، وادي أيقونة السيت اب، هضغط عليها دبل كليك. بريبيرنج، تجهيز نسخة الويندوز للتثبيت. وهنا زي ما حضراتكم شايفين بيقول لي انستول ويندوز 11، هضغط هنا على تشينج هاو تو سيت اب داونلود ابديتس، وهقول له نو رايت ناو، وبعدين اضغط على نيكست. وهنا اوافق على الشروط، هضغط على اكسبت. هضغط على اكسبت. وهنا بيقول لي ريدي تو انستول، جاهز للتثبيت. هنا ويندوز انستول ويندوز 11 برو، وكي بيرسونال فايلز اند ابس، الاحتفاظ بالبرامج والتطبيقات والملفات. فهتضغط هنا لو انت عاوز تحتفظ بالملفات فقط فبتختار كي بيرسونال فايل، لو انت مش عاوز تحتفظ باي حاجه بتضغط على نو سانجس. انا بحتفظ بالملفات والتطبيقات، اضغط على نيكست. وبعدين اضغط هنا على انستول، فهيبدأ تثبيت نسخة الويندوز معانا على الجهاز. هكمل مع حضراتكم من خلال التصوير بكاميرا الموبايل، وزي ما حضراتكم شايفين كده انستولينج ويندوز جاري تثبيت نسخة الويندوز. هنتظر لما تكتمل النسبة إلى 100%. وهنا بيقول لي يور بي سي ويل ستارت سيرفر تايم، الجهاز هيعمل إعادة تشغيل أكتر من مرة. هيبدأ يعمل ريستارت، أو زي ما حضراتكم شايفين الجهاز هيعمل ريستارت، هيعمل ريستارت أكتر من مرة معانا. زي ما حضراتكم شايفين كده ثبت نسخة ويندوز معانا على الجهاز. هدخل الباسورد، وزي ما حضراتكم شايفين بقت نسخة الويندوز موجودة عندي على الجهاز ويندوز 11 اهو، بدون الحاجة إلى يو اس بي أو بدون الحاجة إلى دي في دي، قدرنا نثبت نسخة الويندوز وبكل سهولة. كده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى يستفيد الجميع من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.